غودرون ديال الطريق اللي يدير الكيش. شوف القشره كي دايره ورق ورق ورقه ديال الشفاف. السلام عليكم. هانتوما ها شوفوا باش كيضحكوا علينا في الطرقان. ها هو هذا التراب، قشره ما فيهاش حتى 2 سنتيم. اولا المسؤوليه كيتحملها المقاول اللي ما كيحترمش الكيير شخص. هانتوما شوفوا معايا، ها هانتوما ها سنتيم ما كاملش ديال الكودرون، وكيتحملوها الناس اللي كيديروا لا ريسبسيون دو مارشي، ما كيفيريفيوش الخدمه ديالهم، وكيتحملها البيرو ديتود اللي ما كيديرش الخدمه ديالو. هانتوما باش كيضحكوا علينا والملاير ديال المغاربه فين راه تمشي. هانتوما ها القشره ديال الكودرون، ها هي ها هي. بما ان قلعها الواد غنقلع لكم واحد المرسو باش تشوفوا. هانتوما ها الكودرون، ها التراب. واش هكذا كيتخدم الكودرون؟ واش بهذه الطريقه كيتخدم الكودرون؟ واش فلوس المغاربه كيمشيو في هذه الامور، كيمشيو في هذه المشاريع بحال هادو؟ هادو هما فلوس المغاربه الملاير فين راهم يمشيو. هادو هما الارواح ديال المغاربه باش راهم يموتوا المغاربه. هذاك علاش هذا الفيضان هذا ما تستنى اكثر من 30 واحد في الجهه ديال الجنوب الشرقي بسبب هذا النوع ديال المشاكل. الاضافه على انها طريق وطنيه، احنا ما عندناش اعتراض على 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 القدره ديال رب العالمين، ولكن الخدمه ديال المسؤولين كيتحملوا كامل المسؤوليه في هذا الشيء اللي راه صاري. وهذه طريق ايش؟ شوفوا الكودرون عباد ربي، شوفوا ها شوفوا ما كاملش سنتيم ديال الزفت. انت ما كاملش سنتيم، ها ما كاملش سنتيم، ما كاملش سنتيم. وكيقول لك هذه المشاريع كتقام بالملاير، كيجي كيدير لك 10 كيلومتر ما كاملاش، كيقول لك تقامت علينا بجوج المليار ديال السنتيم، وكيقول لك احنا كنصرفوا على بلادكم بزاف نتاع الفلوس وباقيين كتشرطوا علينا. ها انتم ها المغاربه، شوف 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 القدرون، شوفوا القدرون هنا، ها شوفوا القشره كامله، غير التراب يحصلوا كل شيء حنا في الفيضان. شوف غير التراب، ها انت غير التراب وما كاملش سنتيم ديال ديال القدرون. ها هو ها هو، سي نورمال غادي يوقع هذا الشيء، سي نورمال سي نورمال. هاد الفيضانات غادي يداو كاع الطرقان، سي نورمال غادي يطيحوا القناطر، سي نورمال غادي يموتوا الناس، سي نورمال غادي الناس يبقاو معزولين، وسي نورمال الناس يزكيو، وسي نورمال يكون تكون بلادنا فقيره لحقاش الناس راه تشفر الفلوس، سي نورمال. اي ولا حول ولا قوه الا بالله. ولكن اللي ماشي نورمال هو انك تمشي ترهب الناس لانك تفتح هذا الشيء هذا. تمشي ترهب عباد الله وتقول لهم على اساس انهم ما من حقكش تصور وما من حقكش انك تشهر. بمن غنشهر؟ بمن؟ واحد اللي ما احترمش الكايد شارج. هذاك النقاش، هذاك النقاش نقاش عقيم. هاد الناس اللي كيرهبوا عباد الله ياك كيستغلوا الجهل ديال الناس باش يرهبوهم باش ما يديروش الفيديوهات. شوفوا عباد الله، شوفوا هانتوما، شوفوا اللي ما فين دخل طلع هاد القشره الصغيره اللي فيها سنتيم ما كاملش 0.8 ملم ياك. هاي هذا اللي ما كيدخل من هنا سي نورمال غادي يجي طالع الكودرون. هانتوما شوفوا معايا هنا، ها هو الكودرون فين طلع. ها هانت واش هاد المقاول هذا ما يستدعيش ان خصو يتحاسب؟ واش الناس اللي ميتخدو فغاج ما يحتاجش انه يتدخل باش يشوف هاد المارشي هذا شكون دارو وعلاش خدموا بهذه الطريقه؟ كل شيء هنا المشكل ديال الافلاس من العقاب. هاد المسافه كامله راه ماشي. شوف البودرون كيفاش راه غادي نعاود. شوف هنا، شوف طلع لا فيديو، شوف البودرون كيفاش راه غادي. شوف ما يمكنش انه الفيضان يدير هاد الفضيحه كامله لو كان كنحترم الكايد شارج وهاد المقاول اللي خدم هاد الطريق الوطنيه الوحيده اللي كتادي لايش تحصل هاد الكارثه كامله. راه ماشي هكا من هنا، هي راه كاين مقطوعه. شوف شوف الشدر هنا كيفاش راه يدير. صح سي نورمال غادي يتنفخ بحال هكذا، سي نورمال حقاش راه يدخل لما تحت، حقاش ما مخدومش مزيان، حقاش ما كانش البيطون، ما كانش الحجر، بعد على الاقل ما كانش البلوكاج. ما يمكنش هذا، ما يمكنش هذا اللي سماوه كودرون. هذا ما سميتهاش كودرون، هذا سميته الضحك على المغاربه وفيها